الحساسية للجلوتين هو موضوعنا في فقرة الصحة مع الدكتورة ليلى بشرى. غادي نتعرفوا على هذه الحساسية مرة أخرى، طبعا ما عندها علاقة مع الحساسيات اللي تكلم عليها الدكتور فؤاد الزهراني، ولكن هي حساسية كاينة وكاينين الناس بزاف تعانيو منها. الأدهى من ذلك ما أنه كاين الناس ما عارفينش بأن عندهم هذه الحساسية. دكتورة ليلى بشرى صباح النور. صباح النور سميرة. فعلا منين تجي هذه الحساسية؟ ألوغ قبل ما نتكلموا على الحساسية جيمغي بيان نفسر شنو هي مادة الجلوتين، لأن باقي بزاف الناس عندهم واحد الخلط. الوغ ماده الجلوتين هي واحد لابروتين كتكون في القمح وجميع المشتقات ديالو، لي فارين، سميده، كسكسو، الشعريه، كلهم فيهم هذه الماده ديال الجلوتين اكزاكتومون اللي كتكون في القمح. الوغ شنو هي هذه الماده؟ هذه الماده هي اللي كتعطينا ليلاستيسيتي، داك الليونه وداك التلصاق ديال العجينه ديال القمح. الوغ كاين بعض الناس اللي هذه البروتينه بالضبط ما كيستحملوهاش نهائيا، دونك لما كياكلوا اكل بحالنا كياكلوا الخبز والمشتقات ديالو كيوقع لهم مجموعه ديال الالتهابات ومجموعه ديال التفاعلات مناعيه في الامعاء ديالهم. وشنو كيوقع؟ الغشاء ديال الامعاء كيلتهب بزاف وما كيبقاش يدير الوظيفه ديالو، بحال سيتخرط وفات بحال كيولي ملس، حيت كنعرفوا بان الامعاء كيكون فيهم تموجات اكزاكتومون. هاد الهذيبات شنو هو الدور ديالها؟ هي انها كتمتص للمواد الغذائيه اللي كناكلوها. لما كيوقع فيها التهابات الوظيفه ديال الامعاء ما كتبقاش دار، دوك الشخص كياكل بحال ما كياكلش. جميع المواد الاكل، البروتينات، الاملاح المعدنيه، الفيتامينات اللي كياكل ما كيتمش الامتصاص ديالهم، دونك وهنا كيوقع مشاكل صحيه اللي كتكون صعيبه بزاف. الو اللي خصنا نعرفوا بان هذا المرض وهذه الحساسيه تقدر تظهر في اي سن، تقدر تظهر عند الاطفال الرضع ابتداء من 6 شهور، يعني ما تنزلوش بها ماشي من لا نيسونس، من الان كنتكلموا على 6 اشهر ملي يبدا ياكل الطفل غنعرفوها فاش غنبداو ندخلوا ليه القمح، لان فلو كيكون كياخذ غير لو لي ماتيرنيل الحليب ديال الام ديالو. الوغ ابتداء من 6 شهور وفي اي مرحله عمريه تقدروا تصابوا بهذا المشكل. النساء كيتصابوا اكثر من الرجال، جوج المرات حتى ثلاثه المرات اكثر. الوغ السؤال اللي كيبقى علاش غادي ندير واحد الحساسيه لهذه الماده؟ ما عندناش الجواب، ما كنعرفوش لماذا هذا المرض كيجي بحال هكا. اللي نقدروا نقولوا هو انه كاين العامل ديال الوراثه. لما في العائله ديالنا كيكون ان واحد الشخص عنده حساسيه الجلوتين او لانتوليرونس غلوتين ولا لا مالادي سيلياك، هذوما التسميات ديالها، فكاين احتمال اننا نكونوا مصابين حتى حنا بهذا المرض. الاحتمال كيكون اكثر ب 10% من لا بوبولاسيون جينيرال. واخا شنو تيوقع؟ دونك فهمنا بان المسرنا تيتسلخوا ما تبقاوش نتصوا، بالتالي الاعراض كتكون انا مالنيوتريسيون تنضعفوا اكزاكتومون. الوغ اول حاجه هو كيكون اسهال مزمن مع تقيؤات والم في البطن. هذا الاسهال يقدر يكون متقطع بفترات ديال القبض. عند الاطفال كيكون نقص في النمو، الطفل ما كيبداش يكبر، كيكون قصير، كيكون ضعيف، البلوغ كيكون كيتعطل باش يبلغ هذا الطفل. الوغ الناس اللي كيكونوا كبار حتى هما الوزن ديالهم كينقص، ولكن بيزارمون كاين بعض الناس اللي الوزن ديالهم ما كينقصش. سبحان الله. وكيكون عندهم هاد جميع الاعراض اللي تكلمنا عليهم، كيكون كذلك انتفاخ في البطن، كيكونوا غازات. بعض المرات عند الناس الكبار كيكون عندهم حالات اكتئاب، كيكونوا متعصبين. بعض المرات كيكون عندهم الم في العظام والمفاصل ديالهم، في لي موسكل ديالهم. دونك التشخيص ديال هذا المرض هو بسيط الا فكرنا فيه، لان يسوفي اننا نديروا واحد جوج ديال الفحوصات كتعطينا الدليل على اننا عندنا هذا المرض. ولكن فين كيكون المشكل؟ المشكل هو اننا نفكروا فيه. لما كيكون عندنا ان تابلو لي كومبلي، طفل ما كيكبرش في الوزن ديالو، عنده اون انيمي، عنده فقر الدم، عنده عياء رقيوق، بيان سور غادي نفكروا في هذا المشكل. مي لما كتكون عندنا واحد السيده اللي شويه ضعيفه في حالتها، ديما مروعه، مره فيها الاسهال، مره فيها القبض، فحنا كنفكروا في بزاف ديال الحوايج، غنفكروا في القولون العصبي، غنبقاو نفكروا في بزاف ديال التشخيصات والاحتمالات عاده باش كنوصلوا لهذا المشكل ديال لا مالادي سيلياك. الوغ التشخيص فهو بسيط، عندنا جوج ديال التحليلات. التحليله الاولى هي اننا كنحسبوا واحد النسبه ديال واحد النوع ديال مضادات الاجسام في الدم ديالنا، الا لقيناها مرتفعه فهي دليل على ان كاين هذا المشكل. التحليله الثانيه او الفحص الثاني هو اننا كنديروا لوندوسكوبي، كندخلوا واحد الكاميرا اللي كتمشي حتى للمصيرات الصغار كتشوف الحاله ديالها اكزاكتومون، وكتاخذ عينه. كناخذوا هذيك العينه وكيتم الفحص المجهري ديالها، وكنلقاو بان افكتيفمون كاينين التهابات وما بقاوش هذوك التموجات ديال الغشاء ديال الامعاء. الوغ اون فوا كيكون عندنا تشخيص فالعلاج بسيط بسيط بين قوسين، كيعتمد غير على الحميه، هو اننا هذه الماده ما نبقاوش ناخذوها. فهاد الشخص الا ما بقاش كياخذ ماده الجلوتين كيقدر يعيش حياه طبيعيه. وخا طفل كيزيد في الوزن ديالو. نعم اسمحي لي لقطعتك، السؤال واش الامعاء تيرجعوا لحالتهم الطبيعيه؟ اكزاكتومون. دايوغ
في بعض الاحيان كان كاين بعض الامهات اللي بحال دابا كتشوف الطفل ديالها ضعيف الصحيحه ديالو وكتشك في هذا المرض وما كتمشيش دير الفحوصات وكتحيد ليه الجلوتين. ما خصناش نديروا هذه المساله لان الا قبطنا ودرنا هذه التحليله ديال لوندوسكوبي وخدينا عينه كنلقاو بان المسرات رجعوا لهم هذوك لي فيلوزيتي ديالهم. داكو دونك الا بغينا نديروا هذه التحليله خصنا نديروها ما نكونوش قاطعين هذه الماده لان الا قطعناها صافوس لو دياغنوستيك الامعاء تشخيص خاطئ اكزاكتومون الامعاء كيرجعوا لاسبي ديالهم. الوغ كما قلت العلاج هو كيعتمد على الحميه هو اننا نقطعوا القمح بجميع الانواع ديالو دوك الكسكسو الشعريه لي بات لي بيسكوي اي حاجه كنديروها بالقمح خصنا نحيدو. وكاين مسائل كاين دوتغ فارين اللي كنعوضو بهم القمح. شنو هما؟ كاين الذره، كاين الرز، كاين الحمص، كاين العدس، كاين الكينوا، كاين الكوكو، كاين السوجا، كاين اللان. هادو كلهم سي دي فارين اللي نقدروا نصنعوا بهم كاع المسائل اللي كنتشهاو. اللان ما فيهش ماكلات الجلوتين اكزاكتومون. دونك هاد لي فارين كلهم دابا الان كيتباعوا كاريمون دي ميكس. كتلقى واحد الخنيشه فيها مجموعه ديال هاد لي فارين وكنديوها للدار وكنصوبوها الخبيز ديالنا. دونك هي ما تكونش الاستيك فيها واحد الصعوبه دونك خصنا نصحها شويه الخاطر. دابا الان في يوتيوب كتلقى مجموعه ديال لي غوسيت لهاد الناس اللي كيعانيوا من هاد المرض. يقدروا ياخذوا كل شيء، يقدروا ياخذوا البغرير، الحرشه اللي طاحت لك البلا سميره ممكن تصاوب بدون جلوتين. اكزاكتومون. تيبقى المشكل ديال الثمن ديالها تيكون غالي كيكون في الأسواق. شويه غالي ولكن مقارنه مع هاد خمس سنوات الماضيه فولات متواجده بكثره في الاسواق. وكاين ما احسن من ذلك، كاين التعاونيات المغربيه اللي تتنتج هاد المواد هاد الفارين بدون جلوتين. فالان هي موجوده كتلقاها في لي غون سوبر مارشي، كتلقاها في الحوانت عند الهريات، كلهم كيبيعوا هاد لي فارين اللي بدون جلوتين. وحتى لي بات بدون جلوتين. اكزاكتومون. مساله اخيره سميره، هاد الناس الا ما التزموش بهاد الحميه شنو كيوقع؟ كيوقع هو انهم الخطوره هو انهم كيعانيوا من سوء التغذيه. السيده تقدر ما تنجبش، يكون دير دي فوسكوش، كيكون الم في العظام، هشاشه في العظام لانهم كيبقاوش يمتصوا ماده الكالسيوم ولا فيتامين دي، كتوقع كسور في العظام. وكذلك على المدى البعيد هاد الناس الا ما التزموش بالحميه كاين لو ريسك او احتمال ظهور سرطان ديال الامعاء. يا لطيف يا لطيف، واضح. شكرا لك دكتوره ليلى بشرى. واعيد واشير الى انه كاين تعاونيات في المغرب اللي تنتجوا كل هذه المواد بدون جلوتين باثمنه مناسبه ومنتوجات اللي صحيا معتمده وتبارك الله عندها كاع الشروط ديال الصحه لانها تدوز من مؤسسات اللي ستعطيها الترخيص ديال التسويق.